أصدقائنا متابعينا الكرام، متابعي النهار معاكم ولحظة ولحظة تشييع أربع خمس جثامين من ضحايا العقار المنهار في محافظة أسيوط. إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يصبركم. إنا لله وإنا إليه راجعون. زي ما احنا شايفين كده لحظات مؤلمة تحبس الأنفاس. لحظة تشييع جثامين أسرة واحدة. ستة أطفال من أسرة واحدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.